أنا مصوفة، هو ما قالكيش إن هقعد معاكي ولا إيه؟ على فكرة أنا جاية في خدمتك، أنت تأمريني، صدقيني والله ما هتحسي إن أنا معاكي خالص، ماليش حس. ليه يعني أكتم حسك؟ على الأقل ألاقي حد أتكلم معاه. بقول لك إيه، أنا جايبة معايا أكل عشان تاكلي، لأن الست ريم قالت لي إن مفيش أكل هناك، لحد ما بأنزل وأجيب خزين. خزين؟ شكلها هتطول. بقول لك ايه، تشربي معاي فنجان قهوه؟ يا ريت. حال زينب. زينب ايه؟ زينب اكيد في حاجه غلط يا زينب. ما تتصرف يا متر، تعمل اي حاجه. زينب مش لازم تبات في الحجز. ما تقلقيش يا زينب، ما تقلقيش على الواد، في حضني يا حبيبتي. سيرتي ما تقلقش يا حبيبي، ما تقلقش حبيبي، هاخدك في حضني ومش هسيبك ولا لحظه واحده. ولا ايه يا زينب؟ في يا شهدتي؟ ما تقلقيش يا زينب، انا مش هسيبك يا حبيبتي، مش هسيبك. امن عليك يا شهد، انت وعمتي خلوا بالكم من نوح. فكري معايا. ما تخافيش يا زينب، ما تخافيش، مش هسيبك. مروان ما تسيبنيش يا مروان، انا والله ما عملت حاجه، انا بريئه. خلي بالك من نوح. ما تقلقيش يا زين، ابنك في عينيا. مروان ما خلي بالك من نوح. ماشي تفضلي. تسلم يدك. بس الست ريم بتحبك قوي وبتعزك وموصياني عليك كتير، بس يا حول الله هي زعلانه قوي على الجدع اللي اسمه عادل واللي حصل له. اصلها بتحبه، يا عيني بيقولوا انه مش هيقدر يمشي على رجله تاني. مين اللي قال لك كده؟ انا سمعتها وهي بتتكلم في التليفون. ايوه يا هانم، كله تمام. موقفها صعب جدا. أنا عارفة. أخبار شغلك ومكتبك إيه؟ الحمد لله. إيه خايف أحسدك ولا إيه؟ تحسديني على إيه؟ المكتب الحمد لله ماشي كويس. عزة أنت مبسوط؟ الحمد لله. طب هي لسه بتشتغل معاك في المكتب؟ آه. إحنا ما اتجوزناش أصلاً. شاهد، أنا عايزك تعرفي إن أنا هبقى معاكي وتحت أمرك. وإذا كنت غلطت في حقك يا ست، أنا بقول لك إن أنا متأسف، بس لازم تعرفي إن اللي حصل مني ده أنا كنت فيه مجرد رد فعل مش أكتر. عندك حق. أهم حاجة عندنا دلوقتي بقى إن إحنا نثبت إن اللي اسمه عصام وشريكه ده هما اللي سرقوا فلوس أبوكي، عشان نثبت إن التهمة كانت مدبرة. طب وهنعمل ده إزاي؟ إحنا ما نعرفش عنه أي حاجة غير اسمه بس. حتى شكله، زينب أختي شافته مرة واحدة، وكل ده ولا حاجة. تخيل يا عزت، أم وأختي يبقوا في السجن وأنا محامية ومش قادرة أعمل لهم أي حاجة. حاسة إني عاجزة. أنا متشكرة قوي ليك.
متشكرة إنك واقف جنبي على طول، متشكرة إنك في حياتي أصلاً. الدنيا دي غريبة قوي يا عزت، كل حاجة حلوة في حياتنا ما بناخدش بالنا منها غير بعد ما بنخسرها، مع إنها بتبقى قدامه واضحة زي الشمس، بيعرف قيمتها لما بتبعد. أنا متشكرة قوي إنك في حياتي يا عزت. انت تأمريني يا هانا. أمه، هو مروان قال لك اطلعي بره تاني ولا ايه؟ متى بيتي مفتوح لك في اي وقت يا ست الحبايب، اتفضلي. اتفضلي يا اما. انا جاي اقول لك كلمتين. فوق واسمعني. كلمتين بس؟ طب قولي مليون كلمة، ده انا ولدك. اقعد قدامك وتحت رجلك اسمعك، لحد ما تقولي خلاص يا واد امشي، انا خلصت كلام. طب اسمعني عاد، ريم ومحرم هم اللي رموك في مستشفى المجانين. وايه كمان؟ انت سامع انا بقول ايه؟ مروان اللي قال لك تيجي تقولي كده؟ لا يا حسن، دكتور المستشفى هو اللي قال لي. هم كانوا عاوزينك انت واخوك تاكلوا في بعض. وهو برضو اللي قال له يحبسني في المخزن؟ افهم يا حسن. افهم ايه يا امي؟ جرايه يا امه. هو مروان متربع جوي كده على قلبك عشان اول ما يشاورلك تجري عليه وتاخديه في حضنك تسمع كلامه كانه منزل؟ لا بس ده اللي حصل. المفروض اصدق واقول امين مش كده؟ يا حبيبي افهمني، ريم ومحرم كانوا عاوزينك انت واخوك تقتلوا بعض عشان يفضلهم الطريق، دول شياطين. احنا ملايكه ياك. طب فكر في كلامي واعجله بالراحه، هتلاقيه صح. أنا مش هنسى اللي اتعمل معايا يا أمه. مش هنسى الأيام السودة اللي أنا عشتها في المستشفى. مش هنسى إنه جالي مني قدام الرجالة والبلد كلها. مش هنسى يا أمه. أقول لك إيه؟ تعالى معايا نروح للدكتور في مصر وهو يقول لك على كل حاجة. أنا مش هسمع كلام حد غير عقلي ونفسي. بعدين بيني وبينك انا خلاص ما عدتش فاضي. انا مسؤول عن بلد بناسها وعندي حاجات كتير قوي اهم بكتير من الكلام الفاضي ده. اهم؟ اهم من اخوك؟ اخوي مراته قتلت ولدي. لا ما حصلش. زينب ما تعملش كده وانت عارف. مروان وعدك بايه؟ هيوعدني يعني بايه يا بنت كريمه؟ قالك هتبقي فوق الكل؟ قالك هتقعدي على البلد وتحطي على ناسها يا مرات عمي؟ قالك ايه؟ جابلك نوح على حجرك وقالك بصي في وشي وتملي منه؟ قلبك حن يا مرات عمي اول ما شفتي نوح؟ ما حنش ليه اول ما شفتي يا عبد الله؟ اشربي اشربي يملي بطنك. امشي دلوقتي يا ريتال. لا مش همشي يا حسن، انا قلبي محروق على ابني والكل ولا همه. الكل جيلي ورا زينب اول ما عرفوا ان هي دخلت السجن. انا اول ما شلت ابنها العين بقت عليا لكني نار مش هتطفي. انا وانت ملناش لازمه عند حد في العيله دي يا حسن. ولا عندي يا ريتال. امك هي اللي قتلت ابويا
بيتنا تهد. واللي هدوا مين؟ حسن جوزي. بعد ما ابويا فتح له باب بيته وقال له هخليك فوق رقاب الناس والبلد كلها، بعد ما وقف جنبه لما الكل باعه واتجوزته عشان يحافظ على قيمته وسط الناس ويبقى بيت العمده هو بيته، وتفضل ست جبريه صاحبه البيت الكبير. بعد كل ده ما تغدر. لو كنتوا فاكرين ان محرم ملوش حد ياخد حقه تبقوا غلطانين. سيب البتاع اللي في يدك ده. مش هسيبه يا حسن. بتاعي. ايه يا بنتي؟ ايه يا بنتي؟ حسن الحقنا يا حسن.